السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا عبر تطبيق الواتساب عن طريق الرقم المخصص له، والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي، استطاع الجمهور العراقي وأهالي البصرة بشكل خاص من عكس صورة طيبة عن أصالة العراقيين في الوقت الذي عملت فيه الحكومات المتعاقبة لإبعاد العراقيين عن أشقائهم العرب وعزلهم تنفيذا لأجندات إيران كما يقول عراقيون. طالب هنا في هذا المقطع الذي سنشاهده بعد قليل مواطن عراقي مغترب من خلال المقطع الآتي، طالب بدعم قطاع الرياضة والاهتمام بالبنى التحتية الرياضية، منتقدا سوء التنظيم الذي أدى إلى وفاة وإصابة مشجعين بسبب التدافع. لنشاهد. بتكون هذه البطولة هي فاتحة لاستمرار التواصل، البصرة بحاجة إلى استثمارات في مجال الفنادق، المشافي، المنتجعات السياحية، المولات، حتى في مجال الصناعة والزراعة. لكن تبقى البنى التحتية هاي مسؤولية حكومتنا، يعني خب مو مثلا قطر تجي تسوي لك جسور تسوي لك طرق، هاي مسؤولية الدولة. البصرة والمدن الأخرى بحاجة إلى طرق، إلى شوارع، إلى جسور، إلى نظافة، إلى تنظيم. كل دول العالم بها سفارات وقنصليات، أكو دول ما بها ولا عراقي وبها سفارة أو قنصلية. كم تخصيصات وزارة الخارجية؟ مئات الملايين من الدولارات. كم تخصيصات شبكة الإعلام العراقي؟ كم مؤتمرات سويتوا أو شاركتوا؟ شنو النتائج المتحققة؟ النتائج المتحققة الناس تصورها سلبي وسيء عن العراق، في حين الشباب ب 14 يوم غيروا وجهة نظر العالم كله عن العراق وأرسلوا رسائل إيجابية رائعة. فيا مجلس نواب، يا حكومة، اهتموا أكثر بقطاع الشباب، بقطاع الشباب والرياضة، خصصوا لهم أكثر، خاصة في مجال البنى التحتية الشبابية، المنشآت الكبيرة العملاقة في بغداد، في البصرة وباقي مدن العراق. يجب وزارة الاتحاد، وزارة الشباب، اللجان المنظمة يقعدون يشوفون شنية الدروس المستنبطة، شنية الإيجابيات، شنية السلبيات، وبالذات في مجال التنظيم، بالذات في مجال التنظيم. أنا أعتقد في مجال الحضور الجماهيري والكرم والطيبة وإلى آخره فول مارك، لكن في مجال التنظيم ما راح نحصل على درجة فول مارك. ليش؟ لأنه بسبب الحماسة والاندفاع الجماهيري، والدليل اللي انطينا أمس يعني حسب ما سمعت أنه واحد توفاه الله بسبب الاختناق. العراق له مكانة خاصة في الخليج. أما ما يفعله الإعلام السيء أو ما تفعله الأمور السياسية من تعكير الأجواء وعمليات شحن وتضليل ونشر سموم تؤثر على عقليات البعض، هذا موضوع آخر. أنا أتكلم كشعوب، فأرجوكم يعني لا تظلون أنه يكرهونه. يا أخي يكرهونك بسبب إعلامك. 14 يوم شبابنا بجهودهم قدروا أن يرسلوا رسائل إيجابية جدا، وأزالوا الضباب والظلام اللي كان ينشر الإعلام العراق السلبي. هذه ما يكرهونه زارعيها في عقليتنا بعض الناس اللي عندنا حتى يفرقونا عنهم. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث استثمر أهالي منطقة العظمية في بغداد مناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي ببطولة كأس الخليج العربي للتعبير عن رفضهم للنفوذ الإيراني في العراق من خلال ترديدهم هتافات ضد إيران. لنستمع. مشاهدينا الكرام، الشعب العراقي يستثمر الفرص
كل لحظة للتعبير عن رفضه للنفوذ الإيراني في العراق، والذي رسخه عملاؤها الذين يحكمون المنطقة الخضراء في بغداد. دعونا الآن نستمع لهتافات أخرى صدحت بها حناجر العراقيين خلال استقبالهم المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات داخل العاصمة بغداد. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من محمد حميد اليعقوبي يقول: وغصبا على كل تبعي باع وطنا باسم المذهب والدين المزيف، نقول منصورة يا بغداد. سعد المحمدي يقول: الحكام والسياسيون حالة طارئة، الظالم منهم والخائن، والتاريخ كفيل بمحاسبة من يقتل الحياة على هذه الأرض، والشواهد كثيرة. أما الشعب والوطن فهم الجذر الممتد لأكثر من 7000 سنة، يمضون ونبقى. تعليق من نبيل المجيد يقول: فعلا إيران رادت تبعد العراق عن العرب، وشكوا شي صار دمار وانفجار، الأحزاب هي اللي سوتها والبوق. تعليق من محمد عبد الأمير يقول: كانت ردود فعلهم وفرحتهم هي استنهاض الحس الوطني والنزوح نحو العنوان الأكبر العراق. ردود الفعل والاحتفالات لعلها بداية شعور وطني عام يطوي مرحلة مرة وصعبة مرت على الشعب العراقي من تصارع المصالح والعناوين. أجيال جديدة برؤية جديدة، نتمنى أن تختصر العناوين والهويات بعنوان واحد وهو العراق. مشاهدينا الكرام، نستقبل الآن اتصال السيد محمود من الموصل. تفضل يا سيد محمود، حياك الله. محمود من الموصل. السيد محمود من الموصل، تسمعني؟ طيب، غير موجود. معنا السيد أبو برهان من جرف الصخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، أنا أناشد محافظ الأنبار، وأناشد رئيس الوزراء، وأناشد يعني أناشد العراق كل. نعم. أنا أشدهم يعني راتب له 100,000 دينار. أنا أشدهم يعني يرجعوني لمنطقتي، ما عندي لا سكن ولا راتب ولا عيش أعيش بها. عندي 12 نفر، لا عندي مسكن أسكن به، ولا عندي راتب أعيش به. عندي طفل يصعد على السطح يتمنى الموت، راد ينتحر والله ينقذه. لا إله إلا الله. أقسم لك بالله العظيم، يعني عندي طفل يعني عمره 4 أشهر أشرب أكياس حليب. نعم. سيد أبو برهان، حضرتك نازح في مخيمات محافظة الأنبار؟ لا والله، أنا نازح في سليمانية. نعم. صار لك إشقد مهجر من ديارك؟ من 2014. نعم. هجرة مهجرين. أنا سويت بطاقة كيكرت هاي مال النازحين مال هجرة مهجرين. نعم. هجرة مهجرين ما يعطون مساعدات، لأن أنا سويتها بالفلوجة. ليش ما يعطوك مساعدات؟ ما يعطون، يقولوا لي أنت مسويها بالفلوجة زمن داعش، يعني إحنا يسوونا داعش إحنا. يعني هم وزارة الهجرة والمهجرين بدها تحسبكم على داعش، لو شلون حتى نفتهم؟ هوية يقول لي أنت مسويها بزمن داعش. طيب وين المشكلة؟ أي المشكلة، يقول لي أنت مسويها بزمن داعش، إحنا ما نعطيك 3 قضايا. يعني شنو المشكلة؟ هل يعني أنت بالنهاية مهجر، بالنهاية تابع لهاي الوزارة، والمفروض هي تهتم بوضعك ووضع عائلتك. شنو المشكلة إذا سويت هذه الورقة في زمن داعش قبل أو بعد؟ وين المشكلة؟ والله ما أعرف. والله أنا بس عندي الله، رحمة الله، أريد رحمة الله ورحمة رئيس الوزراء ورحمة رئيس المحافظ الأنبار
واتمنى يعني يزوروني ويشوفون حالتي، وهاي انا الصور والفيديوهات نزلت الكياهل. نعم ان شاء الله نشوف حالتي يعني ان شاء الله اطبخ على النار واكل بالنار نطلع عليها. نعم. وهذا البرد يقتل بي. الله يكون بعونكم يا سيد ابو برهان، باذن الله باذن الله صوتك يوصل الى من يهمه الامر. وطبعا بالنهاية يعني هذه ليست مناشدة فقط للحكومة، هذه مناشدة لأهل الخير الموجودين في العراق أنه ينظرون إلى حال إخوانهم الموجودين في المخيمات. أنا أشكرك سيد أبو برهان. المشاهد الجميلة اللي شاهدناها في محافظة البصرة من كرم الضيافة، حسن الاستقبال، اللي هي عادة عند العراقيين وطبع متجذر في من خصال العراقيين طبعا، لما نشوف هذه الحالات الإيجابية أيضا نتساءل عن أو نطالب بالنظر إلى حال إخوانهم في داخل بلدهم اللي يعيشون في المخيمات، اللي يعيشون خارج ديارهم بسبب الظلم الواقع عليهم. كرم الضيافة للضيف نعم، لكن ابن بلدك أولى، ابن بلدك أولى أنه تنظر له، أنه تساعده، أنه تقدم له هذا الدعم. وهذه رسالة أيضا لشيوخ العشائر الموجودين في المحافظات اللي عندهم إمكانيات مادية أنه ينظرون إلى حال أبنائهم اللي وقع عليهم هذا الظلم بسبب الفشل والإخفاق السياسي والعسكري اللي أدى إلى تشريد هذه العوائل ودفعهم إلى العراء. لا ذنب لهم بأي شيء سوى أنهم يسكنون في محافظات فقدت الحكومة السيطرة عليها وسلمتها إلى داعش. السيد محمود من الموصل تفضل حياك الله. ألو سيد محمود أسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أسمعك تفضل. تسمعني؟ نعم أسمعك تفضل. أستاذي في هذا الحكومة كل ما يجي واحد رأس الميزانية يفوقه وينعزل. نعم. إحنا عندنا الميليشيات تحقق موضوع جديد. الموضوع الجديد اللي افتحت مكاتب في كل المحافظات. إيش عندك تجيب؟ إحنا نندلوا. اليوم 5 سنين دوروا لي ماكو. يبغون يصير عندك فلوس إحنا نسجل. تجي ناكل جوا إيد إيران. نعم. قرفة صخر وعندك بالمطار المثنى طاح واحد من قبل 3 أيام منطقة المصري الحمام راح يتعنى عليه. يا أخويا أكو 5000 تجين مقابلنا بالمطار مسجونين. الله وكيف قال الاستعمار تقدموا للتحقيق. تسعروا لك هنا عندك تجين احنا نلقى لك. سيد محمود بس أرجو المعذرة سيد محمود صوتك غير مفهوم حقيقة. الكلام اللي تتفضل به مواضح عندنا، أرجو منك تعود الاتصال أو تغير مكانك إذا أمكن لأن الصوت غير واضح ومدى أفهم حقيقة كل الكلام اللي تتفضل به. أنا أشكرك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. يواصل أصحاب العقود في شركة أور العامة في محافظة ذي قار اعتصامهم أمام الشركة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم. لنشاهد. عقود أجور عقود مطالبين تحويلهم على قرار التثنية و15 والمقسم قام يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة باقي الوزارات. أكو تهميش مواطنة من قبل مديرية شركة أور العامة والمالية في العراق من أجل تسويف مطالبهم. نعم للتحويل.
مشاهدينا الكرام، في ذات السياق توجه عدد من أصحاب العقود والأجراء اليوميين التابعين لشركة أورا العامة إلى بغداد للاعتصام أمام وزارة المالية للمطالبة بإنصافهم. لنشاهد. نستعرض الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. الشيخ أبو جعفر الجزائري يقول: الله يسهل عليكم، نطالب الجهات المختصة بتثبيت الأخوة في شركة أور. تعليق من محمد عبد الله يقول: لحد الآن المحضر متوقف على مصادقة الوزير ومجلس الوزراء، مع علم مجلس الوزراء مصادق على عقود شركات النفطية ومن ضمنها عقود شركة المشاريع. نطلب التدخل وإيقاف هذه المهزلة والمماطلة من قبل وزارة المالية. مهدي الرئيس يقول: أنصفوا عقود ما بعد 102 الصناعة والمعادن في جميع العراق. أبو يوسف: الله المستعان، أنصفوا الأجور اليومية والعقود، مطلبهم بسيط وحقهم على وطنهم. طيب، هذه كانت جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد حيدر من ديالة، تفضل يا حيدر. حيدر تسمعني؟ موجود السيد حيدر؟ يبدو هناك مشكلة بالاتصال مع السيد حيدر من ديالة، أرجو منه يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن مواضيعنا في هذه الحلقة. نظم أبناء الحي الصناعي في مدينة الناصرية تظاهرة من أجل شمول الحي الصناعي بالخدمات، حيث لم يصلح أي مسؤول للاطلاع على معاناة المواطنين والطبقة الكادحة في الحي الصناعي، مما اضطر أبناء هذا الحي للخروج بتظاهرة وقطع الطريق، طريق الشطرة الناصرية، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تجاهل مطالبهم من قبل الجهات المعنية. لنشاهد. ناشدنا السلطات الموجودة العليا الناصرية ولم يستجيبون إلى حي صناعي، الناس الفقراء المساكين، هذه شريحة من المجتمع يجب الإصلاح، يجب عليها على المسؤولين الموجودين في داخل الناصرية أن يصلحوا هذه الحالة الاجتماعية الموجودة. طالع الوادي على مود شارع، والله على مود شارع، والله زحمه، والله زحمه، والله زحمه، زحمه على البضايع داخل كراسي. نستمر مشاهدينا الكرام مع ملف الخدمات والبنية التحتية، نبقى في هذا الملف وننتقل إلى محافظة البصرة، تحديدا إلى قضاء الزبير، حيث انتشرت مقاطع متداولة تظهر معاناة طلبة المدارس بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار نتيجة انهيار البنية التحتية
والإهمال الحكومي. لنشاهد. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر في ذات الإطار إلى محافظة ديالى الانتقال، حيث ناشد أهالي الحي القديم في دلي عباس الجهات المعنية بضرورة توفير الخدمات اللازمة للحي الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات مع صعوبة وصول الأطفال إلى المدارس. لنشاهد. هسا احنا نقدم لكم صورة من مركز ناحية دلي عباس. هاي اللي ما يعرفها دلي عباس القديمة، هاي أساس دلي عباس، وشوف هذا الحال مالتها. هذا الشارع طبعا هذا بالسبعينات كان مبلط، يعني لا حد يولي. هذا يعني مي مطر، زائدا هذا الأبي قدامكم مكسور نوتيلا أصيلة. شوف هاي شلال نياجرا مثلا، هذا ما حد يقدر يصارع. شوف شوف شلالات عندنا، إشكال عندنا، إنسان قديم عندنا، إنسان نياندرتال عندنا. طبعا إحنا نشعل النار هنا بهاي حصوايتين هيك نطقطقون نشعل، يعني شغلة شغلة. شوف خطي هذول الطلاب، عمي الناس تشبط بالطينة. انت هسه تروح تبلط القرى وعايف لمركز الناحيه؟ عمي روح بلط القرى، والله مو ضد تبليط القرى، بس يا اخي اهل مركز الناحيه. الله يعني من يعقل هذا مركزنا؟ عمي حتى القرى انظف من هذا المنطقه هذه. يعني وصلنا لفد مرحله، يعني العالم يعني ما اعرف، اني ما اعرف هذا، يعني هذا الوضع هذا زين يعني والله ما اعرف شو. تروح يقول لك والله هاي تابعه للاوقاف، أبو الأوقاف يقول لك والله هاي المالية، أبو عمي دولتين إحنا بنصها، دولة الأوقاف ودولة المالية. يا عمي ما يصير هيش هذا الوضع، هذا يبقى بهالشكل؟ يعني صدق كذي؟ بس إحنا 23 ترى عمي، هذا بالسبعينات كان مبلط، عمي رجعنا للسبعينات. أن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. معنا أزهار تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، خطية هالأطفال بهالبرد والمطر. زين هاي إذا أكو عواميد كهرباء هاي كارثة تصير. تعليق من عادل يقول: بجهود الحكومة القادم أسوأ. وأركان يقول: الفلوس اللي ضاعت بخليجي 25 تعمر الزبير وكل محافظة البصرة. كاظم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المشتكى لله على وزراء التربية يقبل أولاده هكذا. السيد حيدر من ديالى يعود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا حيدر حياك الله. حيدر من ديالى تسمعني يا حيدر؟ اكو مشكلة بالاتصال مع السيد حيدر. معنا السيد محمد من امريكا، تفضل يا محمد. اهلا والسلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام، البطلة. حياك الله. هذا العزيز هي ديالى انسطر عليها الميليشيات لفيول ايران، كفيلك الله. هم من 2003 نعم كبير العراق، هم ديالى مسيطرة عليهم الحشد الإيراني الحشاك القذر تابع لهذه العامر الحرامي، يسرق أموال البلد يوديها لإيران. عمي ماكو شعب، لو شعب بخير يقب عليهم قبوة، شلون فاز المنتخب العراقي وقب عليهم بالأسلحة واسرموا بصرم؟ طيب شلون النشالة جاي يحكمون بالعراق من الجنوب إلى الغرب؟ أحيي شيوخ العشائر الأبطال أهل البصرة، شيوخنا الابطال الشرفاء، اخوانكم قاعدين بالمخيمات تركات لهم الزريد والجوع. حسوا على ولد البلد، دول الحكومه الايرانيه الصفويه ترى لا يستغني على الشباب. كفيكم الله مخدرات، قتل، تسليب، تهجير،
سووا بالبلد الله يهجمها على رسوم. وهذا بشعان الجبوري. طيب. يقول لك الله قبل اسبوعين ابن اختن انتحر من وراء المخدرات وقتل روحه. نعم. سيد محمد نعم انا اكتفي وياك بهذا القدر واشكرك لان هذا مو موضوعنا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام دعونا نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. ننتقل إلى الملف الرابع في هذه الفقرة. اشتكى ناشط حال البساتين في منطقة خرنابات في محافظة ديالى بعد موت أشجار الحمضيات فيها، وحالها حال بقية البساتين في المحافظة التي شهدت تراجعا كبيرا في الإنتاج نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة بالإضافة إلى الإهمال الحكومي للمزارع العراقي، وإضافة إلى عمليات الاستيلاء على أراضيهم من قبل الميليشيات. لنستمع. وأنا أتواجد بالمكان اللي جلس به الملك فيصل الأول عام 1931 بقرية الداسكية التابعة لقرية خرنابات. هذا البستان طبعا التاريخ مالتها أنه شهد كثير من الزيارات الرسمية ومن ضمنها الملوك، لكن للأسف تعاني هذه البستان أسوة بالبساتين في محافظة ديالى وخصوصا الحمضيات من تراجع الإنتاج إلى أكثر من 80% بسبب موجة العطش اللي شهدتها السنوات السابقة بالإضافة إلى الأمراض وارتفاع أسعار الأسمدة. اليوم الفلاحين في محافظة ديالى يعانون وحتى الخسائر بدأت تنهال عليهم لأن الخسائر أكثر من الأرباح من هذه البساتين وهذه الثروة والتاريخ الزراعي في ديالى. اليوم مطالبات الفلاحين بالحفاظ على الثروة الزراعية اللي هي كانت قوة الاقتصاد في ديالى، والحمضيات كانت الأولى على مستوى العراق، والمطالبات تتكرر دائما بالحفاظ على هذه الثروة لأن ما معقولة البلد يعتمد فقط على النفط. اليوم الزراعة هي العمود الفقري في ديالى، وأكثر من 500,000 مواطن في ديالى يعتمدون على الزراعة، وهذه كلها يحتاج لها فرص عمل في حال تم إهدار هاي الثروة وخلصت أو ماتت بقية البساتين اللي تراجع الإنتاج مالتها ولم يتبقى سوى 20%. نستعرض الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. سالم الكناني يقول: أكبر سلة غذائية للعراق هي بساتين الوقف، وسبب شحة الماء حكم عليها بالإعدام وأصحابها بخبرتهم على دكة الاحتياط بلا عمل. إنها مؤامرة لتدمير الاقتصاد، حتى الأحزاب تستورد ودول الجوار تستفيد. النظام السياسي بعد 2003 يجب إصلاحه. تعليق من محمود العزاوي يقول: الله لا ينطيهم للجيران اللي قطعوا المي عن ديالى وأهلها، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. حسين الكروي يقول: اللي سد المي علي وعليك ودمر الزراعة مالتنا هو اللي مستفاد، والعراق دي يستورد منهم بين قوسين دول الجوار. وآرام يقول: الله ينتقم منهم، دمروا كل شيء بالبلد، الزراعة والصناعة والتعليم، وكل شيء تدمر بالعراق مع الأسف. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. معنا الآن اتصال من السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنتوا تجيبوها وترجعون السياسيين السياسيين، تالي هذول مو سياسيين، هذول خدم الإيران وغير إيران وأمثال إيران، هذول ذيول. هم يدمرون العراق خلاص، ينهون نهوا الصناعة، راح ينهون الزراعة. يعني هسه من تجي تقيس أنت هسه ماكو الكيمياوي اليوريا هسه. عندك بس معمل البصرة يشتغل، ليش معمل البيجي ما شغله؟ هي معمل البيجي هسه أنت كم موظف عندك بي تابعين المعمل البيجي؟ يعني الرجال هو يقول لك أنا المعمل ما يشتغل بس هو ياخذ راتب. نعم. يعني أنت ليش ما شغله؟ يعني بالدولة ما هي دولة، نقول دولة نأثم. يعني بالدولة هسه الطن ب 375، ماكو خمط عليه، يقول لك ماكو ماكو ماكو. تبي يمتى يتوفر؟ يتوفر والله ما يخلص الموسم يتوفر، لأن هسه هو بس سوق بمليون الكيمياء واليوريا، الطن ماله بالبرة بس سوق، هسه بس سوق المحلي، وهو طالع من الزراعة. أكو تجار متنفذين وأكو ناس مسنودين. سيد أبو عبد الله، ليش ما يتم الاهتمام بالزراعة في العراق، خاصة وأنه العالم اليوم يواجه أزمة غذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟ ارتفعت أسعار المواد الغذائية، دول كثيرة كانت تصدر أغلقت التصدير عن بعض المنتجات حتى تحقق اكتفاء ذاتي بالنسبة لشعبها، وبالتالي باعتبار أنه العراق بلد مستورد عايش على الآخرين، أكو منتجات كثيرة يا أما ارتفع سعرها يا أما بطلت الدول تبيعها، وبالتالي احنا بلد زراعي بالاصل، ليش ما يتم الاهتمام بقطاع الزراعه؟ يعني ايران وين تعيش؟ شلون تعيش ايران؟ مو ايران اقول لك، ايران تجي المواد مالتها من ايران على العراق، والدولار يتصرف على ايران، واكو ليول مسانده ايران. يعني امريكا مو تقول تسوي حصار على ايران؟ ايران ما تاثرت كل شيء بالحصار، ما زال اكو لهم هنا حشا سامع كلاب وقرده. وناس تابعة لإيران موالية لإيران. يعني خل واحد يطلع من عندهم يقول، يقول إيران سدت المي عن العراق. حد برلمان يقدر يفك حلقه ويقول إيران سدت المي عن العراق. هو سبق صراحة، يعني حتى نكون منصفين، سبق أن تحدث أحد وزراء الموارد المائية قبل دورتين عن هذه المشكلة، قال بأنه إيران قطعت المياه وحولت مجاري الأنهار إلى داخل أراضيها، وهدد بتدويل القضية، لكن هذا الكلام كان قبل أكثر من دورتين، ولغاية الآن يعني من عام 2018 من حكومة عادل عبد المهدي ولغاية الآن هذا الكلام مجرد حبر على ورق، لم يطبق، ما تحقق، ما دولوا القضية وما اشتكوا على إيران، يعترفون بالمشكلة ولكن ما يشتكون. وين يشتكون؟ عند من يشتكون أستاذ العزيز؟ هذا مو محمد الحلبوسي رئيس مجلس برلمان، هذا موظف عند إيران، هذا من راح ردت قسم، راح ردت قسم بإيران بأن دمار البلد وغير البلد هو. نعم. أمثاله هذول اللي قودوهم. طيب. اللي قودوهم ما كان ميليشيات مال إيران، نعنة الله على وجوههم، نعنة الله على بشواربهم. طيب، شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، مع تحفظنا طبعا على بعض الألفاظ التي وردت. يعني بالنهاية احنا نتمنى من الجميع أنه يسيطرون على أعصابهم. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ محمد، بالنسبة إحنا نعرف بكل بلدان العالم أو قبل 2003 من كان العراق أنه كان يزرع أو كان عدة صناعة، فتعتبر هاي الأمور يعني للحكومة ومن يقود البلد أنه إذا وقفت الزراعة أو دمرت الزراعة أو إذا رايدة مياه أو إذا رايدة مبيدات لهاي الحشرات اللي موجودة اللي بالزراعة بالبساتين ومكافحة هاي الحشرات اللي تكون، يجب أن يكون إلها الحكومة إلها دورها ولا اهتمامها، لأنه هاي الأمور تصبح من إذا اتعادت أو توقفت عادة الحكومة، وإذا بدت نشاطها وتكونت الزراعة وبدت هاي الأمور لإنتاجها لشعبها لحكومتها، تعتمد على أن حكومة صالحة وحكومة كفوءة لشعبها وناسها وأهلها.
فللأسف إحنا هاي الأمور من 2003 لحد الآن شفنا محاربة الزراعة ومحاربة الفلاح ومحاربة إنه عدم رش المبيدات للزراعة ومحاربة إنه وصول الماء ليش المحاربة يا أبو عمر؟ أستاذ المحاربة من أجل أنه الشعب العراقي يعني محترمات إليه ليس له أي مكان في هذه الحكومة وليس له إلى حبه. أبو عمر سؤال ليش هذه الحكومة تضغط على المجتمع أكثر وأكثر وتخلي الشعب يكره وجودها ويكره حكمها؟ ليش ما اتخذت السبل في سبيل معالجة الأزمات، إراحة العراقيين من هاي المشاكل، استصلاح الأراضي الزراعية، دعم الفلاح؟ ليش ما شغلت المصانع في سبيل خفض نسبة البطالة؟ يعني ليش معالجة الأزمات حتى تخلي الشعب يعني ما يحقد عليها، ما يغضب منها، ما يطلع كل شوية تظاهرات ضدها؟ شنو الحكومة اللي تسعى دائما إلى زوالها؟ أستاذ محمد إحنا نعرف أكثر من 20 سنة من 2003 لحد الآن، يعني هاي الأمور اللي قاعدة تصير عندنا في العراق من أجل يستفاد الدول الجوار دول إيران وباقي غير دول اللي تستفاد من عندهم، لأن هم كانوا عايشين يمهم وكانوا احترامات يعني لهاي السلبة كانوا خدم عندهم، فما ممكن أن يقدمون الخدمة والعون للشعب العراقي يرجعون الصناعة ويرجعون الزراعة، لأنه ناس عندهم خدم كانوا عندهم. طيب. فكانوا الناس حاويهم هالزبايل هذا. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد، وصلت الفكرة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على خطورة تغول ميليشيا الحشد الموالية لإيران والتي باتت تشكل خطرا على المنظومة العسكرية في العراق. دعونا نتابع تقريرا مصورا عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين عن تغول الحشد في الكلية العسكرية في العراق، لنشاهد. صاروا جيش كانوا فتوى ولدنا ضباط الحشد الدورة الأولى. وزارة الدفاع في العراق تفسح المجال لميليشيا الحشد الموالية لإيران لدخول كليتها العسكرية وتخريج ضباط ولائيين خلال 6 أشهر فقط لتحقيق مصالح النظام الإيراني التوسعية في المنطقة وحماية أمنه الإقليمي على حساب أمن العراقيين والمنطقة. ميليشيا الحشد الأكثر طائفية والأعمق أذن بالوطن والمواطن لزعاماتها الموالية لإيران والمتهمة بقتل وتغييب وتشريد آلاف العراقيين تواصل خطواتها لتكون جيشا رديفا للجيش الحكومي في نسخة مشابهة للحرس الثوري في إيران بعد قبول 500 عنصر من الميليشيا في كليات وزارة الدفاع في العراق على غرار الضباط الدمج الذين أسسوا النواة الأولى للجيش الحالي بعد الاحتلال عام 2003. ميليشيات ذات تاريخ مظلم تضاف إلى سجل جرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد العراقيين وتعيد للأذهان مشاهد نهب المدن المنكوبة وتدمير قرى بالكامل ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم وقراهم، فضلا عن مكاتب الميليشيات الاقتصادية وسيطراتها والإتاوات المفروضة على سكان المدن المنكوبة التي فاقمت من سوء الأوضاع والأزمات على العراقيين. ميليشيا الحشد المنضوية تحت قيادة الإطار التنسيقي الموالي لإيران باتت تشكل خطراً على المؤسسة العسكرية الرسمية التي كانت على مر الزمن الرقم الصعب وصمام الأمان للشعب بعد أن اتخذت من المهنية منهاجاً لعملها في تخريج القيادات العسكرية وسط توقعات بسيطرة إيرانية مطلقة على الملف الأمني في ظل حكومة الاحتلال التاسعة. كيف تحولت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العام 2021 إلى سبب لخلق أزمات جديدة في العراق؟ و
ولماذا لم ينعكس ارتفاع أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخفض نسب الفقر والبطالة وتحسين الخدمات العامة؟ وهل فعلا أن عوامل الاضطراب ما زالت قائمة وسيواجه العراق خلال العام 2023 حزمة تحديات خطيرة كما تقول المراكز البحثية؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو نزل الدولار. هو اسم تصدر قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر في العراق للمطالبة بخفض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث وجه ناشطون الدعوات لتظاهرات حاشدة في كافة المحافظات يوم 25 من هذا الشهر أمام البنك المركزي بعد ارتفاع الدولار لمستوى غير مسبوق، حيث لامس 170 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، في ظل فشل واضح لحكومة الإطار التنسيقي بضبطه ومنع تهريبه لإيران، مما أثر سلبا على حياة العراقيين وفاقم من معاناتهم الاقتصادية. لدينا بعض التغريدات التي جئنا لحضراتكم بها من موقع تويتر. سلام الحسيني يقول: اللجنة المركزية للتظاهرات تعلن النفير العام لكوادرها في كافة المحافظات للتحشيد لتظاهرة يوم 25 أمام البنك المركزي بعد ارتفاع الدولار لمستوى غير مسبوق، حيث لامس 170 ألفا لكل 100 دولار، في ظل فشل واضح لحكومة الإطار بضبطه ومنع تهريبه لإيران. علي سليم يقول: صعود الدولار نستنتج منه أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عاجز تماما في حل أي مشكلة تواجه الدولة، وأن اللا دولة مسيطرة تماما على الوضع. إلى متى؟ زينب تقول: يا حكومة رجعوا الدولار للـ120 ولا تضحكون علينا بإجراءات غير قادرين على فعلها، كما فعلت حكومة الكاظمي اللي جلبت الفقر للشعب العراقي. لا تتحججون علينا بحجج واهية وأنتم غير قادرين على ضبط أي شيء بهذا البلد. رجعوا الدولار للـ120 وخلوا الشعب يعيش ويحير برزقه اللي جعلتوه نقمة عليه. فراس العراقي يقول: بات جميع الشعب العراقي يعرف أن اقتتالكم على المناصب هو الهيمنة على مقدرات العراقيين، لكن هيهات هيهات أن يدوم الظلم والفساد. ملاحظة: لا نستثني أي حزب. هناك أزمة عملة مشاهدينا الكرام في العراق، هناك أزمة دولار، هناك أزمة في قيمة الدينار العراقي المنخفضة باستمرار أمام الدولار الأمريكي. معنا اتصال، معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، إذا رئيس الوزراء يقول احنا هاي جهات اخرى، يعني احنا علم الناشد اذا اكو، ما يا استاذ محمد ماني حاكيها وارد النوبه اقول لكم، احنا ما عندنا دوله استاذ محمد، احنا عندنا مافيات حسابات هي جاي تدير البلد هاي. اما يجي رئيس وزراء يقول لك انا جاي ادير البلد، لا هاي اخبار كاذبه. نعم. تعليقك ابو عراق، تعليقك على موضوع سعر صرف الدينار العراقي اليوم من سيء إلى أسوأ، قيمة الدينار بانخفاض مستمر، وعدوا جماعة الإطار التنسيقي وهاي الأحزاب والميليشيات وهددوا وقتها قبل قدومهم إلى الحكم أنه لازم ترجع قيمة الدينار إلى سابق عهدها قبل حكومة الكاظمي، ووعدوا أنهم حيغيرون هذا الواقع ويرجعون الدينار إلى ما كان عليه سابقا، ولما إجوا للحكم قاموا يتحججون بمؤامرة أمريكية، في حين أن نور المالكي قبل قليل أشار إلى أنه يكفي ويجب على الحكومة أن تحارب تهريب الدولار إلى الخارج. إذن هو اعتراف ضمني أن الدولار دا يتم تهريبه، ويفند طبعا هاي الادعاءات أنه أكو مؤامرة أمريكية وغيرها. ليش ما وفوا بوعودهم؟ أستاذ محمد، هم أنا أقول لك ما يقدرون، يعني تحت سيطرة الأحزاب. نعم. وخذ الدولار راح يصعد الـ200، يصل الـ200،
وما يقدرون كل شيء يسوون استاذ محمد. لكن البنك المركزي ابو عبد الله سيد ابو عراق، البنك المركزي وعد انه قبل طبعا اسبوع انه راح ينزل قيمه الدينار الى 1470 خلال اسبوعين. تتوقع هاي تدخل ضمن اطار التصريحات والوعود الفارغه اللي تعود عليها العراقي، لو عندهم خطه برايك ممكن يحققون بها هذا الوعد؟ استاذ محمد هاي الخطط مالتهم هم بيناتهم متخاصمين، الخطط بيناتهم لا يقدر. انا اقول لك يا امريكا، حتى امريكا بعد ما تسيطر على الوضع في العراق، انا امريكيا حتى امريكا ما عندها بعد تدخل داخل العراق مثل ما يا تدخل الأحزاب. نعم. يا أستاذ محمد طيب أشكرك. نعم سيد أبو عراق أنا أشكرك نظرا لضيق الوقت، أعتذر منك. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبك ما زال يقول لا صوش لا أبشطنا ولا بالحميدات، صوش بحكومتنا تدور العانات يا أخي، لا صوش بالدولار ولا بدول الجوار، صوش بالحكومة. شنو شغلة وزير التجارة؟ نعم. شنو شغلة؟ نعم. لا هم خلي يقطعون الفساد، خلي يبطلون البوق، لا هم راس السمكه خايف. نعم. خلي يبطلون البوق، يعني الدوله تبوق على كثر كل واحد له وزاره، المحافظات كل محافظه لك البلديه ولي الصحه ولك الزراعه وكلهم سلابه، الله وكل العباس كفيل ما بيهم الشريف. تتوقع الله. ابو علي تتوقع راح يتحسن كده. راح يتحسن وضع الدينار العراقي في ظل حكومه الاطار؟ والله الخير زايد. فلوس النفط زايدة بالعراق، تغذي لها 4 دول من دول الجوار، بس لا يبطلون الفساد، بس لا يبطلون البوق. نعم. يعني سيد كل محافظة حصتها نعم 4 مليارات 5 يبوقونها، تبوقها بغداد ودور تحول إلى محافظة البنك، والمواطن واقع حظه وحظ أبوه، ما نصرف الصح قاعدين نشرب. طيب، أنا أشكرك سيد أبو علي من الديوانية للمشاركة، وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.